انا نفسي الحقيقه، يعني انا برضو ارجع تاني واقول لك ان ده من منطلق منظومه ان احنا المنظومه يجب ان تكون متكامله. مؤسسه مصر الخير لما انشئت، لما الدكتور علي جمعه والقائمون عليها من مجلس الامناء المحترمين انشاوها، قالوا احنا عايزين نعمل حاجه تستمر، يكون فيها استمراريه ل 500 عام زي ما كنت لسه بقول. ومن هذا المنطلق انا حابب ان انا اتكلم على قطاع الاستثمار. ليه مؤسسه مصر الخير دي فيها قطاع استثمار؟ ناس يمكن اول مره تسمع عن حاجه زي كده. ليه احنا عملنا حاجه زي كده وفكرنا ان احنا، ما انت لما تحط جنيه، هو انت مش بتحط جنيه بس، انت بتحط فعليا 2 جنيه او 3 جنيه او 4 جنيه، انت بتتبرع بالمبالغ دي. ده فعليا ان انت بتستثمر، احنا بنستثمر هذه الفلوس في مشاريع لها اثر ايجابي على المجتمع. ده هدفنا الرئيسي من وجود قطاع استثمار في مؤسسة مصر الخير. قد يكون الاول من نوعه، وفعلا الاول من نوعه في مؤسسة من مؤسسات العمل المدني بهذه الحيثية.